النهارده في نادي البنك الاهلي. خلاص بقى كل الانديه بتستعد للموسم الجديد. النهارده الاستاذ يحيى ابو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلي كان متواجد النهارده، ومع طبعا اللي هو اشرف نصار رئيس النادي، والاستاذ محمد عبد المنعم امين الصندوق وعضو مجلس الاداره والمشرف على الفريق، كانوا موجودين النهارده بيؤازروا وبيساندوا وبيدعموا فريق كره القدم في نادي البنك الاهلي الفريق الاول. النهارده في نادي البنك الاهلي في قاعه النادي البنك الاهلي الاستاذ يحيى ابو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلي اللي هو اشرف نصار زي ما انتم شايفين، الاستاذ محمد عبد المنعم، في حضور طبعا الجهاز الفني بقياده بابا فاسيليو، كانوا موجودين النهارده وبيدعموا وبيساندوا فريق البنك الاهلي قبل مباراه طلائع الجيش، المباراه الاولى في الدوري. العميد حاتم سمير مدير النادي والاستاذ عامر مدير النادي ايضا ولعيبه البنك الاهلي زي ما انتم شايفين اهو في الصوره، من خلال النهارده يعني كلمات من الاداره بتساند الفريق وبتدعمه وبتدي الثقه للعيبه قبل بدايه الموسم الجديد. النهارده برضو البنك الاهلي عمل صفقه جديده وتعاقد مع احمد الندري. احمد الندري لاعب المحله، النهارده البنك الاهلي اتم التعاقد طبعا، ده بابا فاسيليو وكابتن محمد عبد الواحد المدرب العام في نادي البنك الاهلي. النهارده البنك الاهلي اتم تعاقد جديد مع احمد الندري لاعب غزل المحله، انتقل خلاص بشكل نهائي بيع وشراء من نادي غزل المحله الى نادي البنك الاهلي. طبعا انتوا عارفين احمد الندري من اللعيبه المميزه وكان لاعب في المنتخب الاولمبي وبيلعب في نص الملعب كهاف ديفندر ولاعب وسط من اللعيبه المميزه، انضم النهارده الى نادي البنك الاهلي بشكل رسمي، وحتى النهارده اتمرن مع في الفريق اولى تدريباته النهارده. عقد لمده 4 سنوات او 5 سنوات لاحمد الندري مع البنك الاهلي.